بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عبد الله أحمد يقول: يا شيخ، أود أن أسأل عن صلاة الاستخارة حينما أكون في أمر يحرجني وأتردد فيه، فأقوم وأدعو بدعاء الاستخارة دون الصلاة، هل هذا جائز أم لا بد من الصلاة في هذا الأمر؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الاستخارة هي طلب خير الأمرين مما يعرض للإنسان من أموره. إذا أراد شيئا ولم يتبين له هل هو من صالحه أو ليس من صالحه، في الزواج من امرأة أو شراء سلعة أو مشاركة مع شخص وغير ذلك، فإنه يستخير الله عز وجل، وذلك بأن يصلي ركعتين من غير الفريضة كما جاء في الحديث. فإذا سلم من الركعتين فإنه يدعو بدعاء الاستخارة الوارد في الحديث: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدر ولا أقدر. اللهم إن كان في هذا الأمر، ونسميه الأمر الذي يريده، إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني وعاقبة أمري فيسره لي وربني به، وإن كان فيه شر لديني وعاقبة أمري اصرفني عنه واصرفه عني، اقدر لي الخير حيث ما كان ثم رضني به. هذا هو الحديث الوارد أو ما هذا معناه في دعاء الاستخارة، وموجود في كتب الأذكار. هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء من غير صلاة ناقص، لابد أو يستحب له أن يأتي بالصلاة أولا ثم يدعو بدعاء الاستخارة، هذا أتم وأكمل. نعم، أحسن الله إليكم وبرك فيكم. السائل ميم نون من الرياض يقول في هذا السؤال: يا شيخ، مجموعة من الحجاج تأخروا وظلوا الطريق في أحد الأعوام وهم في طريقهم إلى المزدلفة، فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء الساعة الواحدة ليلا، ثم دخلوا مزدلفة وقت أذان الفجر وصلوا فيها الفجر، فهل عليهم شيء؟ إذا كانوا طلبوا الدخول في مزدلفة وأخطأوا الطريق إليها واستمروا في تيههم إلى أن هداهم الله إلى مزدلفة ودخلوا فيها قبيل الفجر وصلوا فيها الفجر، إن هذا يكفيهم إن شاء الله، لأنهم معذورون، لأنهم طلبوها وبحثوا ولم يصلوا إليها إلا في آخر الليل، هذا منتهى مقدورهم، فهم معذورون ويكونون قد أدركوا المبيت حسب استطاعتهم. ولكن هذا بعيد، هذا الواقع، لأن مزدلفة واضحة والطرق إليها واضحة والناس يمشون إليها مشاة وعلى السيارات، فيبعد أن الإنسان يتيه عن مزدلفة. وإذا قدر أنه تاه يسأل الناس، يسأل الحجاج. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل آخر للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، الأخ سالم أحمد، قرأت هذا النص في أحد الكتب. هذا النص يقول بعض العلماء بأن وقت السنن الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة،
وقول بعضهم القبلية تنتهي بقضاء الفريضة، فما الراجح في ذلك وما رأيكم في هذا القول؟ نعم، هو الأولى والأحسن لتكون الراتبة مع الفريضة، إما قبلها مباشرة وإما بعدها مباشرة، هذا هو الأليق والأحسن والأتم. لكن لو قدر أن الإنسان قدمها بعد دخول الوقت وصار بينها وبين الفريضة فاصل فلا بأس، وكذلك إذا تأخرت عن الفريضة في الوقت فهذا لا بأس به، لكن هذا عرضة للنسيان والانشغال عنها فيبادر الإنسان بها. نعم. يقول أيضا في سؤال ثان له: ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة، وهل كان هذا معروف في زمن الصحابة؟ نعم، يستحب أنه إذا دخل عليها يصلي ركعتين، وبعد ذلك يدعو الله عز وجل بأن يجعلها زوجة صالحة وملائمة له، وأن يعطيه من خيرها وأن يكفيه شرها. نعم. يقول الشيخ: هل الاشتراط في قولنا فإن حبسني حابس يكون في الحج أو العمرة، وما معنى هذا الاشتراط؟ الذي يريد الإحرام بالحج أو العمرة وعنده سبب يخشى أنه يستمر معه ولا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة كالمرض مثلا، أو أن يكون هناك شيء يتوقع أنه يحدث له ويحول بينه وبين، يعني السبب منعقد وقت الإحرام ويخشى أن يستمر معه، فهذا هو الذي يشترط، وهو الذي ورد به الدليل، لأن أباعة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت الحج ولكنها كانت شاكية يعني مريضة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس أمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا كان في حالة مثل حالة السائلة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يشترط، أما إذا كان سليما معافى وليس هناك سبب يخشى أن يحول بينه وبين إكمال الحج والعمرة فإنه لم يرد الاشتراط في هذه الحالة، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، وإنما هذا في حالة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم هدى تقول: شيخ، ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ هل هو أول الوقت هو الأفضل؟ وقرأت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. نعم، الصلاة إذا دخل وقتها الإنسان يبادر بها، هذا أفضل، يبادر بأدائها، هذا أفضل وأبرأ لذمته، إلا أن يكون هناك ما يستدعي تأخيرا، كأن يكون مرتبطا بالصلاة مع الجماعة فينتظر الجماعة يصلي معهم، أو يكون في وقت الظهر ويكون في شدة حر ويخرجون للصلاة في المسجد فإنهم يؤخرونها، السنة يؤخروها حتى يبردوا كما جاء في الحديث. كذلك صلاة العشاء إذا لم يكن مرتبطا بجماعة فالأفضل أن يؤخرها إلى ثلث الليل مثلا، وأما ما عدا هذه الأحوال فالأفضل أن يبادر بالصلاة في أول وقتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم محمد تقول: الشيخ، في برنامج نور على الدرب أعرض مشكلتي وأريد الحل والتوجيه مأجورين، وسؤال يا فضيلة الشيخ: ما رأيكم في الزوج المتدين وقد عدد في الزواج، وزوجته الثانية تشكو من جوره وعدم عدله معها، حيث إنه بعد سنة من زواجه بالثانية تركها بتاتا ولا يأتيها إلا مرة في الأسبوع، وهي غير راضية عن هذا العمل ومال إلى أولاده وتركها في شقة بنفس الحي الذي يسكنونه، ماذا على هذا الزوج مأجورين؟ لا شك أن التعدد مباح، قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إذا كان الإنسان عنده مقدرة على العدل بين الزوجتين أو الزوجات فإنه يعدل حسب حاجته، والعدل المطلوب هنا هو العدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في الكسوة والعدل في المبيت
إذا كان عنده الاستطاعة بالعدل في هذه الأمور فإنه لا بأس أن يعدل، وإذا لم يكن عنده استطاعة أن يعدل في هذه الأمور فلا يجوز له التعدد. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي الحديث أن من كانت له زوجتان أمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما عقوبة له. المسلم يخاف الله، وإذا عدد الزوجات فليقم بالعدل بينهما فيما أوجب الله العدل فيه، ولا يجور ولا يحيف مع إحداهما دون الأخريات. أبو أحمد أرسل للبرنامج بمجموعة من الأسئلة، يقول: هل وردت أحاديث في النهي عن النوم بعد العصر؟ وإذا كان من عادة الإنسان أن ينام يصلي العصر وينام حتى قبيل أذان المغرب. لا أعلم أن فيه نهيا، لكن من الناحية الصحية يقولون أن النوم بعد العصر غير ملائم، كذلك النوم بعد الفجر غير ملائم صحيا. وأما إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى أن ينام بعد الفجر، أن كان يسهر من الليل احتاج إلى النوم بعد الفجر، أو احتاج إلى النوم بعد العصر لأنه كان في دوام وفي شغل ولا يتمكن من القيلولة وقت الظهر، فلا بأس أن ينام بعد العصر. نعم. هذا السائل مصري مقيم بالرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول: قرأت في مطوية: من تهاون بالصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، وذكر هذه العقوبات الطويلة، فما رأيكم بهذا؟ لا شك أن التهاون بالصلاة أمر خطير محرم على الله جل وعلا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة وإضاعة الصلاة معناه أنه يتكاسل عن أدائها في أول وقتها أو حتى عن أدائها في وقتها. الله توعده بذلك الوعيد الشديد، فالتكاسل عن الصلاة أمر محرم وعليه وعيد شديد. وعلى المسلم أن يبادر بأداء الصلاة إذا دخل وقتها، صلي مع الجماعة وفي المسجد يحافظ عليها، لأنها هي رأس ماله وهي ثمرة حياته. إذا ضيع صلاته فإنه ضائع والعياذ بالله، ولا فائدة من حياته. ولكن الوعيد المذكور في بعض المطويات أو بعض الرسائل 15 عقوبة هذا لا دليل عليه، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عين ميم خاء يقول: أنا مصري مقيم في السعودية وزوجتي في مصر، أتصل بزوجتي دائما عبر التليفون وأشتاق إلى أولادي وأطمئن على صحتهم وعلى صحة الأولاد، وقد غبت عنهم أكثر من 4 سنوات من أجل طلب المعيشة. أيضا في سؤالي أسأل عن والدتي ووالدي، هل هذا يكفي في صلة الرحم عن غيابي عنهم وهم قد راضون عني في حكم غيابي هذه المدة؟ الذي ينبغي للمسلم لا يطيل الغياب عن زوجته بالخصوص وعن والديه، بل يحضر في السنة بعد 4 أشهر أو 6 أشهر يحضر ويبر بوالديه ويطمئن عليهما ويرضيهما، وكذلك يتصل بزوجته ويحضر ويقوم بحقوقها عليه، هذا إذا أمكن. ما إذا لم يمكن الحضور وكان مشغولا ولا يمكنه الحضور فإنه معذور في هذا، لكن يتصل عليهم ويطمئن عليهم ويطمئنهم، وهذا يكفي إلى حين، يكفي إلى حين يتمكن من الرجوع إليهم ويحصل المقصود. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الرسالة وصلت من مستمع للبرنامج أبو مهند، يقول: وقع إشكال بيننا وبين إمام المسجد الذي نصلي فيه حول مسألة، ونريد من الشيخ صالح حفظه الله أن يوجه الجميع فيها. يقول: ما رأيكم يا شيخ في بعض أئمة المساجد حيث يجعل وتيرة التكبير واحدة
من بداية الصلاة وحتى نهايتها، حتى عند جلوسه للتشهد الأول والثاني، أليس من المفروض عند التشهد مثلا الأول أن يشعر الإمام المصلين بتكبيرة وصوت أخف من التكبيرة الأخرى التكبيرات الأخرى؟ لا شك أن الإمام عليه أن يراعي المأمومين ويرفق بهم ويخفف الصلاة حتى لا يشق عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. لكنه تخفيف لا يخل بالصلاة، تخفيف مع الإتمام. وأما مسألة التكبير، تكبيرات الانتقال تكون وقت الانتقال من ركن إلى ركن، ونبرة الصوت لا فرق فيها بين تكبير وتكبير، ولكن اعتاد الناس أنهم إذا كبر للتشهد الأول فإنه يجعل نبرة خاصة يعرفها الناس أنه يريد الجلوس، هذا من العادات. ولا أعلم أنه ورد فيه دليل في صفة التكبيرة تكبيرة الجلوس للتشهد الأول، إنما هذا شيء اعتاده الناس، ولكن إذا فعله الإمام لا حرج في ذلك، وإن تركه فلا حرج عليه. نعم. والمأمون يعرفون هذا، يعرفون هذا من إمامهم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. له فقرة أخرى يقول: ما معنى يحرم من الرضا ما يحرم من النسب؟ معناه واضح، أن ما يحرم من النسب من الأمهات والأخوات والبنات يحرم مثله من الرضاع. فتحرم أمك من الرضاع كما تحرم أمك من النسب، تحرم أختك من الرضاع كما تحرم أختك من النسب، تحرم عمتك من الرضاع كما تحرم عمتك من النسب، وهكذا. نعم. أم مهند تقول إلى الشيخ الكريم بارك الله فيه: هل قراءة القرآن في الجوال يشترط لها الطهارة؟ وما حكم وضع أو نسخ القرآن في الجوال؟ وهل يجوز الدخول به إلى دورات المياه؟ يجوز قراءة القرآن من المكتوب في الجوال، ولكن ليس له حكم المصحف، فيمسه وهو على غير طهارة، يمس الجوال وهو على غير طهارة ويقرأ منه، لأنه ليس بالمصحف، ولا يأخذ حكم المصحف، ولا بأس أن يدخل به الحمام لأنه جوال وليس مصحفا. نعم. تقول الشيخ أيضا، يقول هذا السائل أبو مهند: ما حكم إلقاء السلام على الذين يتوضون في دورات المياه؟ لا بأس بذلك، إذا لم يكونوا يتبولون أو يتعوطون أو يستنجون، إنما يتوضعون للأعضاء، فلا بأس أن يسلم عليهم، ولا مانع من السلام، ويدخل هذا في عموم مشروعية السلام، ويردون عليه أيضا، إنما هذا في قضاء الوقت قضاء الحاجة ببول أو غائط، المتغوط والمتبول لا يسلم عليه ولا يرد السلام ولا يتكلم في هذه الحالة. نعم. أيهما أفضل يقول في قراءة القرآن، من المصحف أو من حفظ عن ظهر قلب؟ هذا يختلف باختلاف الأشخاص، من كان إذا قرأ من المصحف يكون أحضر له وأضبط له يقرأ من المصحف، ومن كان بقراءته عن ظهر قلب أضبط له وأحضر لذهنه إنه يقرأ عن ظهر قلب. نعم. المستمع أبو خالد أرسل بهذه الأسئلة وهذه المجموعة لبرنامج نور على الدرب، يقول: الشيخ صالح، من عادتي عند أذان الفجر أقوم وأتوضأ وأصلي ركعتين في البيت، وأذهب إلى المسجد وأصلي تحية المسجد أيضا ركعتين حتى تقام الصلاة، فهل عملي صحيح؟ وهل الزيادة زيادة أكثر من ركعتين قبل الإقامة سنة؟ إذا كان توضؤك في البيت قبل دخول وقت الفجر فصلي ما تيسر لك، وتختمه بالوتر، يكون آخر صلاتك بالليل وترا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا دخل وقت الفجر، طلع الفجر، توضأت بعد طلوع الفجر، ولا تصلي إلا راتبة الفجر، لا تصلي إلا راتبة الفجر، سواء صليتها في البيت أو صليتها في المسجد، لأنه دخل وقت النهي. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين،
وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة مع فضيلته،